تكلمنا في المقطع السابق عن مفهوم مقياس الرسم. إذا ما حضرتوا الفيديو ممكن تحضروه عن طريق الرابط في صندوق الوصف. اليوم موضوعنا حيكون عن مسطرة المقياس، أو بتتسمى المقياس المعماري أو المقياس الهندسي. هي عبارة عن مسطرة مقسمة لعدة أقسام، فيها لما تكون بهذا الشكل اللي بيسموه مثلث أو ثلاثي، بيكون فيها 6 مقاييس مختلفة، بتسهل في الرسم لما ينطلب من الشخص يرسم أو محتاج يقيس رسومات بمقياس معين، فحيستخدمها عشان يعرف هذا المقاس أو عشان يرسم بمقياس معين. طبعا ملاحظة مهمة أنه مقاييس الرسم أو هذه المسطرة في أكثر من نوع منها، فبتلقوا فيها مقاييس مختلفة حسب النوع. 6 مقاييس هاي بتختلف من نوع لنوع، ممكن يكون على غلافها مكتوب إيش مقاييس الرسم اللي بتحتوي عليه، أو يكون مكتوب بتلقوا على نفس المسطرة هي محطوط عليها على كل في كل زاوية إيش هو مقياس الرسم. فبالتالي حاولوا تختاروا المسطرة اللي بتناسب شغلكم، اللي هو غالبا في الشغل المعماري بنحتاج مقياس رسم 1 إلى 100، 1 إلى 50، 1 إلى 20، 1 إلى 200. يعني هذه الأشياء اللي هي ما تكون جدا دقيقة أو أشياء مو مستخدمة. هذا المقياس وحدته المتر، فمقسم للواحد عبارة عن متر، فبلقى مثلا النص متر، ممكن أخذ 10 سنتيمتر كجزء من الواحد هذا اللي هو عبارة عن متر، وهذا بنطبق على كل المقاييس. كل مقياس مثل لي وين الواحد متر، ولو كان مقياس يعني حجمه يعتبر كبير حنلقى مكاتب لي كمان 50 سنتيمتر أو النص متر محدد لي إياها كمان برقم، وباقي الخطوط بتدلل لي على أجزاء المتر الباقية. الآن لما نيجي نتكلم عن إيش استخدامات مقياس الرسم، أول استخدام هو أني أرسم بمقياس معين. لو انطلب مني أرسم بمقياس معين، مثلا كمثال هنا حنرسم مستطيل عبارة عن 1.5 متر في 0.8 متر. لو نجرب نرسمه بمقياس 1 إلى 25، حنروح عند الناحية اللي مكتوب عليها مقياس 1 إلى 25، حنبدأ نرسم 1.5، الأبعاد 1.5 و0.8 عن طريق الخطوط اللي محددة لي كم المقاس بالنسبة لمقياس الرسم اللي إحنا قاعدين نرسم فيه اللي هو 1 إلى 25. طبعا ملاحظة مهمة إنه الطريقة هاي مو هي الطريقة الصحيحة في الرسم الهندسي، إحنا بس قاعدين نوضح كيف الرسم بمقاييس مختلفة وإيش النتائج اللي حتظهر منه. لكن أكيد الرسم الهندسي بيحتاج مسطرة ومثلث ودقة وانتباه للزوايا، لكن هذا رسم بس توضيحي عشان بين الفكرة. نفس الكلام لما الآن رسمنا بمقياس 1 إلى 25، حرسم برضو بمقياس 1 إلى 50، 1 إلى 75، 1 إلى 100. حسب ما شرحنا عن مفاهيم مقاييس الرسم في المقطع الفات لو حضرتوه، حتلاحظوا انه كل ما كبر المقياس عندي حتختلف الرسمة، حيختلف شكل الرسمة، مع انه احنا قاعدين نرسم نفس المستطيل نفس المقاسات لكن بمقاييس مختلفة. فالواحد الى 25 المستطيل طلع معانا حجمه اكبر من اللي بمقياس 1 إلى 100، وهذا هذه الفائدة من مقياس الرسم، إنه نصغر الرسمة بمقياس معين حسب احتياجاتنا. الاستخدام الثاني لمقياس الرسم هو إني أوجد مقاس معين. فمثلا هذا القطاع عندنا إياه محدد لنا عليه السكيل، محدد لنا مقياس الرسم إنه 1 إلى 100، لكن ما عليه مقاسات. فمثلا أنا محتاجة أخذ منه مقاس معين مثل ارتفاع الغرفة مثلا، ممكن أجي أقيس ارتفاع الغرفة عن طريق أني أروح بمقياس الرسم للمقياس 1 إلى 100 وأقيس كم ارتفاع الغرفة باستخدامه، وحلقة أنه مثلا ارتفاع الغرفة في هاي المنطقة عبارة عن 3.45، ارتفاع الغرفة في منطقة ثانية حلقاها 3 متر. هذا الاستخدام الثاني. بالنسبة للاستخدام الثالث هو
استخدام المسطرة لمعرفة مقياس الرسم. يعني لو أنا مثل هذه الرسمة، أنا عندي الرسمة وأنا متأكدة أنها مطبوعة أو مرسومة بمقياس معين، بمقياس رسم معين، لكني ماني عارفة إيش هو المقياس. هستخدم مسطرة المقياس عشان أعرف إيش هو مقياس الرسم المستخدم. بنلاحظ في هذه الرسمة إنه في مقاس محطوط مثلا عند الباب، إنه محطوط الباب مقاسه متر وعشرة سنتيمتر. فأنا ممكن باستخدام مسطرة المقياس أجي أجرب مقاسات مختلفة أو مقاييس رسم مختلفة، أجرب لحد ما أوصل لمقياس الرسم اللي بيبين لي، بيطلع لي فعلا إنه مقاس الباب 1 متر و10 سنتيمتر. وهذا المقياس بالنسبة لهذا المثال حنلقاه مقياس الرسم 1 إلى 100، فبالتالي حعرف إنه مقياس الرسم هو 1 إلى 100 عن طريق استخدام المسطرة. هيك بنكون غطينا الاستخدامات الرئيسية لمسطرة المقياس أو المقياس المعماري، ووصلنا لنهاية المقطع. لو استفدتوا انشروا المقطع بين أصحابكم، اعملوا لايك واشتركوا بالقناة لتتابعوا المقاطع الجديدة أول بأول.